على الهيبة يا أرض اشتدي ما حدا أرضي مين دي يطلع مع مين أبوي زنجي يا ربي عشان شو بدي أعمل ما معي مصاري لكي حدا يجي يعطيني ليلة بشتري فيها مي يا رب إن شاء الله يجي حدا يعطيني شبي بلانيتي انا بشرب شحادين فقرة بلانيتي المي بفقرة انتو مقرفين ولا شربة والله ما بحطني والله عشان كتير خلاص منك حتى لو تقولي ما بتحط ضمك انا ما بشرب ميتي البقرة بشرب ميتي بتعرفي بكبة وما بخليك تشربية بكبة وما بخليك تشربية لك يا زلمة لا تقلي ما مشيت الشحنة ابوس روحك يا زلمة لك صلي فوق الاسبوعين عم استناها فوق الاسبوعين لسه بتقلي ما مشيت الشحنة ابوس روحك يا ابو عبدو برق لنا اياه لك هاي فيها مبلغ 30,000 دولار يا معلم شو بك هذا هو المزود معكم انتو هيك بتشربوا انتو هيك بعدكم هيك تشربوا خير مو عم كل هالقد استرخت فينا بس احنا ما لنا بني ادمي انتو بتحكيتكم لازم ما يضل عاجي خذي خذي شابيك شيتك استعملي شو شو عم تعمل معك دبا شو مين انا؟ انا كسار راسك ويا انا كسار راسك فهمان ولا لا؟ كسار معي عبدالكيف؟ انا بمسؤول كبير شيء مقوي شيء مقوي منك من المسؤولين تحت الكبير يا قلبي وابوك ولا؟ كبير بنت اشرف منك ومن كل مسؤولية ابوك ومسؤوليتكم فهمان ولا لا ولا؟ يلا انا مقتنع ابوي اذا ما عشان شحا قلع دعم مو نافعين لشيء بس الفخفخه والبروصه يا عمو عم يزعجك هذا يا عمو السج ما عليه يا عمو السج على الاهل اللي ربوه ما عرفوا يربوه لا تاكلهم يا عمو عطشان انت يا عمو مو هلا رح اخذك واشتري لك اللي بدك اياه يا عمو مشي معي مشي معي يا عمو وين المي؟ هاي تكرم عيونك يا عمو ايش كمان بدك؟ بدي كمان بطاطا يا بطاطا بوسيني يا عمو ايه يلا بوسيني